السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأكشف على البرنامج الذي وضعته في قناتي لشهر ديسمبر القادم بحول الله. دونك كما قلت لكم، لا يمكنني الرد على أسئلتكم عبر الإيميل أو عبر الفيسبوك، لأنني أقوم بإعادة البحث وإعادة دراسة ملفات زبائني، ولذلك أعتذر لعدم الرد. وإنما الردود التي تأتيكم في صفحة الفيسبوك والإيميل سعدي سليم 06 هي ردود تلقائية، سيدي زاكيزي، تلقائية، وضعتها لكي تخبركم عن برنامجي فيما يخص عملي. في الوقت الحالي بعد ما نكمل العمل، طبعا كل ما يكون عندي وقت سأضع لكم فيديو إن شاء الله يكون قيم. الفيديو القادم الذي سأضعه في بداية ديسمبر سيكون حول ملف لمقبرة تم إهانة فيها قبور المسلمين وشهداء ثورتنا الجزائرية، واللي نتمنى أن الناس حتى وإن لم تشارك في المسابقة اللي درناها تاع الطومبولا تاعنا أنها تبارتاجي الماكسيموم، باه تشوف الناس ماذا باه تشوف الناس كيف تتعامل فرنسا مع قبور المسلمين هنا بفرنسا بعد نهاية ce qu'on appelle une concession. الفيديو الذي سيأتي بعده، لأول مرة سأضع لكم تقرير وسأخبركم عن مصلحة تتواجد فيها الملفات السرية للجزائريين، كما سأعطيكم الطريقة كي تتمكن من الدخول والحصول على ملفات أجدادكم وأبائكم. ولأول مرة ستتعلمون أو ستعلمون أو سيكون لديكم علم بمصلحة لم تكونوا تسمعوا بها، وإن سمعتم بها فإنكم لا تعلمون أنها تمتلك الملفات السرية، وخاصة للضباط قدماء المحاربين والمسؤولين الإداريين إبان التوجه الفرنسي في الجزائر. ثم سأقدم لكم فيديو وأضع لكم وأخبركم عن الشرط الجديد في ملفات طلبات الجنسية الفرنسية، والذي لا يعرفه غيري، وأنا متأكد أنه لا يعرفه غيري. وسأضع لكم هذا الشرط الجديد باه تقدروا تتعاملوا من هنا فصاعدا بالملفات تاعكم وتحققوا ذلك الشرط وما يكونش عندكم إشكال في ما يخص هذا الشرط. وبعدها فيديو رابع سأقدم لكم ثغرة من أكبر الثغرات التي يمكنك استعمالها في طلب الجنسية الفرنسية. تستعمل لإثبات الجنسية الفرنسية في عدة حالات، منها مثلا أبناء وأحفاد معمرين، فهذه الثغرة تنفعهم في طلب الجنسية. المتوفين قبل استقلال الجزائر، هناك الآلاف من ما جاءوا لعندي وقالوا لي احنا أجدادنا وآبائنا توفوا قبل استقلال الجزائر وما كانش عندهم الوقت باه يديروا لا ركونيتيف وما كانش أي شيء يدل على أنهم، رغم أنهم متوفين على أساس أنهم فرنسيين يبان التواجد الفرنسي. أنا سأعطيكم حل لهذا المشكل لأول مرة. ثم للأشخاص المسجلين في السجل الأوروبي والذين لا هي في حقيقة الأمر المسجلين في السجل الأوروبي من حقه يطلب الجنسية الفرنسية بدون الحصول على مرسوم أو الحصول على حكم تجنس، ولكن مؤخرا السلطات الفرنسية تفرض هذه النقطتين، ولذلك نعطيهم الطريقة الوحيدة كي يقوموا بإيداع الملف والحصول على الجنسية بدون الحصول على كما يقولوا على مرسوم تجنس أو حكم تجنس. كما تستعمل كثغرة أو كسلاح فتاك ضد قانون 30-3 الذي يقول أنه إذا كان لم تقم بطلب الجنسية قبل 50 سنة لا يمكنك الحصول في الجنسية. أنا نعطيكم هذه الثغرة ولأول مرة راكم رايحين تسمعوها. على كل حال فوالا، واللي يشارك في المسابقة وينشر لكات فيديو سيتحصل على قائمة المجلس الناسين تحت غطاء سيناتوس كونسول من 1865 إلى 1926. جميع الأشخاص المجنسين أصبحوا فرنسيين تحت قانون غطاء سيناتوس كونسول سيتحصلون على القائمة. الناس اللي نشرت هذه الفيديوهات، الناس اللي تشارك سنبعث لهم القائمة. إذا كان واحد منهم لقى جده ولا الأب تاعه من خلال هذه القائمة
طبعا أنا أتحدث على المشاركين في هذه المسابقة الطنبولة هذه، فإنه يرسل لي الاسم واللقب والرقم، وسأرسل له المرسوم كاملا ومجانا كهدية مني شكرا واعترافا لما قدمه لي في نشر الفيديوهات الخاصة بي. وأخيرا كما قلت لك للمشاركة لما شافوش الفيديو السابق، يمكن أن ترسل الرابط وين قمت بنشر الفيديو على الميل sana.tombola@gmail.com، وسنرسل لك كي نعلم أنك شاركت، ونتمنى أن تكون مشاركتك بقوة، وسنرسل لك القائمة بدون الحديث على لا ليست الفابيتيك هذيك. وعدت الناس كاع الاولين اللي يحصلوا على اكبر عدد فانهم نعطي لهم ان كوبي دو لا ليست الفابيتيك اللي تحصلنا عليها مؤخرا. بقى اللي يحب يتواصل معنا ما عليه غير يتواصل بهذه الارقام. في هذه الاخر ماذا بيا نجاوب على سؤالين. هناك اخ يقوم بنشر فيديوهات خاصه بي، وفي الفيديو السابق كي هضرت على الطومبولا لمح لي كتب لي قال لي اسكو تسمح لي نعاود لي فيديو تاعك. نقول له يا اخي انا ما شفتش الكومنتير السؤال تاعك، ولكن بعد اعادتي للفيديو وبعد اعادتي لقراءه الكومنتير لقيت ذلك الفيديو. وانا اقول لك اخي، نزيد نقول لك يا اخي، انا لست ضد ما تقوم به، لانك على الاقل طلبت الاذن مني، ولك إذني لا إشكال في ذلك. ولكن حسب التصريحات وحسب التعليقات تاع المتتبعين راهم كتبوا، وانت ولا ربما لا بالك تبعت، راهم قالوا بلي 30 دقيقة بعد يصدر فيديو فوتوكوبي لما قدمته أنت. هنا نقول لك بلي كاين خطأ، انت راك مخطئ في الشيء هذا. يعني بقى الهدف من قناتك ما هي؟ هل يعني كي ندير انا فيديو 30 دقيقه بري ديرو، معناتها حبيت تقول للناس باللي الفكره كانت عندك وقدمتها في نفس اليوم؟ كان بامكاني اني نوضع الفيديو على 11 على 12 غير 5 دقائق، ما يكونش عندك الوقت باه دير ان دوزيام فيديو في نفس اليوم. يعني حتى واذا كان درتو ديرو يوم بعد اليوم بعد اللي درت انا الفيديو تاعي. وكذا كان الهدف تاعك انك تثبت للناس ان فكرتك كانت متطابقة مع فكرتك بنفس اليوم الذي قمت أنا بنشر الفيديو قمت أنت فيه، معناتها هنا راك دير منافسة، والمنافسة الناس راهم رايحين يفيقوا على بالهم دوك، سيرتو المتتبعين تاعي عندهم عامين 3 سنين، يعرفوا الأفكار تاعي، يعرفوا الطريقة تاع العمل تاعي، يشوفوا أي فيديو يكون على بالهم نج أو نسخ لما قدمته أنا. ما بهذا ماكش راح تجيب عدد مشاركين أكبر. ونتمنى لك النجاح في القناة تاعك، ولكن أنا نقول لك صديقي، نعطيك نصيحة لله، لست ضد ما تقدمه، ولست ضد انك تدي من عندي وتنشر العلم بطريقتك او بشرح خاص بك. انا اقول لك ربي عليك، ولكن انا نقترح عليك طريقة احسن، هي انك كي ننشر انا فيديو على نقطة معينة تستنى 3 ايام او 4 ايام، في 4 ايام تقوم ببحث اكبر، لانني انا كي نقدم فكره يعني تاكد باللي تكون نقائص، لاني ناخذ فكره تاعي حسب الراي تاعي حسب المعلومات اللي نحب نقدمهم انا ونقدمهم. ولكن كل معلومه هناك كما يقولوا سلسله اخرى متتاليه يمكن شرح نفس المعلومه بطرق اخرى، او يمكنك اضافه جديد للمعلومه التي قدمتها. يعني في 3 ايام دير بحث اكثر معمق على الفكره اللي قدمتها انا، تزيد تحوس على معلومات، يكون عندك الوقت تجيب معلومات جديدة إضافية لما قدمته، يعني معلومات إضافية لما قدمته، وتزيد تشرح الموضوع، تزيد تقدم الفكرة وتقدم النقاط اللي ما شرحتهمش أنا، تزيد تنشرهم تقدمهم بطريقة أخرى. هنا راك تقدم فائدة حقا، يعني إضافة إلى ما قدمته أضفت شيئا. دير إنتوش تاعك، تجيب حاجة تكون شابة، يعني إذا كان أنا بديت معلومة أنت تزيد تجيب معلومة أحسن، فهي من المستحسن للمتتبعين يعني يشوفوا الفيديو تاعي مثلا ويزيد يشوفوا النقائص اللي خصو عندي ما قلتهم، زيد أنت تنشرهم، هذا راح يجيب لك حاجة نتيجة جيدة. أما إذا أردت أخذ نفس الفيديو في نفس اليوم، اتكل على ربي، خدم ربي عينك، والله ما نحوس عليك، لا إله إلا محمد رسول الله، راك مسامح دنيا وأخرى. الهدف أننا نوصلوا المعلومات لأكبر عدد من الناس، ولكن أنا أفضل أن تضيف شيء جديد لما قدمته، فكرتي قدمتها على معلومات معينة، وأن تقوم أيضا بإضافة أفكار لنفس المعلومة
وبطريقة أخرى فستجعل الناس يتبعوني ويزيدوا يتبعوك، باسكو أنت راح تضيف حاجة لما اللي قدمته أنا وهم ما سمعوهاش من عندي. وربي يعينك وربي يزيدلك إن شاء الله، وربي يقدرك، وربي إن شاء الله توصل المعلومة لأكبر ناس من الناس، ودير الخير وربي يقدرك إن شاء الله. الاجتهاد تاعك يا ربي، إذا كان يعني الاجتهاد تاعك في محله إن شاء الله يا ربي. أما شخص آخر اتصل كتب لي ميل قال لي ماذا بك تحل اون باج سبيسيال بور ريبوندر للناس، لانني كاين الاغلبيه في معظم الحالات لا يمكنني الرد عليهم. نقول يا اخي والله غير اسمح لي، مع كل احترامي وكل احترام للناس اللي راهم يتبعوا فيا، للاسف الشديد في الوقت الحالي الفيديوهات اللي قدمتهم يعني راني عصرت روحي. راني وجدت راني راني نوجد دي فيديو كيما قول العناوين هذو اللي درتهم، انا راح نخدمهم هذه الايام. سي با فاسيل بين العمل، لان الاولويه نبدا بالزباين تاعي، عندهم ملفات تاعي عندي لازم نعاود لهم، وراني مشغول فريمون شارجي جوسكو موا دو ماي، حتى شهر ما يكون كملتهم ان شاء الله. كي نكملهم بحول الله نفتحوا صفحه نولي نقدروا نردوا على الناس والمتتبعين، وان شاء الله نكونوا قدها. نبقى الناس الاخرى اللي راهي تنشر في أفكار الجنسية بأخطاء، كاين بزاف من قناة جديدة تحلت هذه الأيام والجميع يتحدث عن الجنسية. نقولهم يا أخوتي على الأقل، على الأقل إذا كان راكم تتبعوا على بالي راكم تديو بزاف معلومات من عندي، لا إشكال في ذلك، راكم سامحين دنيا وأخرى وربي يقدركم، ولكن على الأقل على الأقل ما تديروش دي فيديو وتلقوا برك وما تأكدوش من لي سورس. تأكدوا من المعلومة، تأكدوا من القانون قبل ما تندوا، راكم تغلطوا في الناس بزاف، راكم تغلطوا، راكم تحوسوا على البوز بالناس ناس جوست باه تجبدوا نومبر دو في، مي فو زافي اوبلي لو فري ترافاي انك تقدم معلومة صحيحة. ولذلك نقول لكم يعني ماذا بكم يكون الاجتهاد تاعكم تحوسوا على معلومات، تقدموا معلومات يكونوا ملاح. ماني ضد حتى واحد، ماني نفس حتى واحد، وكونترير صافي بليزير انه الناس تدي معلومات وتزيد تنشرها، يعني نكون انا سبب نشر لعلم ما، بوركوا با صافي بليزير سان اونور لونور بارتاجي بور موا، ولكن على الاقل قدموا معلومات صحيحه. ما كيما نقولوا كيف نقولها لكم بالعربيه تاعنا، ما تخلطوش الامور، راكم تخلطوا في الامور تخلطوا شعبان ورمضان. تحيه طيبه مني اليكم جميعا، ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله، وربي يجيبنا الخير، وتبعوا معايا وتشوفوا الأسرار هذو الجدد إن شاء الله. ألف سلامة مني إليك.